أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نجح في استهداف أكثر من 100 من عناصر حزب الله منذ بدء حرب غزة في 7 أكتوبر. في هذه الأثناء يعقد مجلس الحرب الإسرائيلي اجتماعا الليلة لبحث الوضع على الجبهة الشمالية بطلب من غانتس. هذا ودعا وزيران إسرائيليان إلى حرق لبنان ردا على هجمات حزب الله التي تسببت في حرائق في المنطقة الشمالية. وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير قال إن ما يحدث في شمال إسرائيل هو إفلاس وتجسيد لنتائج سياسة الاحتواء. من جهتها توعد وزير المالية سموتريتش بإعادة لبنان إلى العصر الحجري، وقال إنه بدلا من الخضوع لحماس حان الوقت لكي يحترق لبنان بأكمله على حد تعبيره. שתיים, לפתוח לפני בבקשה. ما هي الأوضاع في الجنوب اللبناني؟ مراسلنا هناك محمود شكر من بيروت. معي محمود، يعطينا تفاصيل أكثر. ما يصلك محمود عن الأوضاع في الجنوب؟ نعم، ما يصل هو المواجهات المستمرة منذ حوالي 3 أيام والتي وصلت إلى سخونة في التصعيد لم يسبق لها مثيل قياسا بالأيام الماضية. إذا أخذنا هذا اليوم وقرأنا الذي جرى من خلال المواجهات العسكرية إن كان من الغارات الإسرائيلية باتجاه الداخل اللبناني، نجد إلى أن الإسرائيلي أعاد وأغار على بلدة الناقورة بنفس الطريقة ونفس الأهداف التي أغار عليها بالأمس، وأدت إلى سقوط عسكريين لحزب الله بالأمس على دراجة نارية. عاد واستعمل الطريقة نفسها بمسيرة وأيضا باتجاه دراجة نارية ظهر هذا اليوم، مما أدى أيضا إلى سقوط عناصر للحزب قام الإعلام الحربي بنعيهم، وتحديدا في نفس النقطة أي الناقورة. أما العنوان الثاني والأبرز هو الغارات باتجاه الداخل البقاعي. إذا أخذنا بالأمس لأن الطيران الإسرائيلي الحربي أغار على بلدة ميدون وتحديدا على الكسرات، ولكن هذا اليوم تقدمت الغارات باتجاه الداخل وتحديدا ما بين بلدة لباية ويحمر، واستهدف المسير بكآب، مما أدى بحسب الدفاع المدني إلى سقوط 3 جرحى، 2 بالتقديرات الأولية أنهما من العناصر العسكرية التابعة للحزب. أما العنوان الثالث وهو الأهم أيضا خلال 24 ساعة هو ما استعمله الحزب خلال اليومين الماضيين، عدد كبير ما أطلق عليها الإعلام الحربي بالمسيرات باتجاه الداخل الجولان المحتل، وهذا ما حصل عندما قامت مجموعة من هذه المسيرات بالانقضاض كما وصفها الإعلام الحربي باتجاه ثكنة هرمون 810 التابعة للواء جولاني في تلك المنطقة، وأشار
إلى أنها أحدثت أو أوقعت إصابات بصفوف العسكريين. أما العنوان الرابع وهو الأبرز ويصح إنزاله على كلا الجبهتين هي اشتعال النيران. النيران حتى ساعات الفجر كانت في العمق الإسرائيلي، النيران حتى هذا التوقيت في البلدات اللبنانية ما بين كفر شوبا وأيضا ما بين مركبة وحولة والعديسي، الإسرائيلي يقوم بإطلاق عدد كبير من هطلات قذائف المدفعية 155 وتحديدا الفوسفوري الذي هو بدوره يقوم بإشعال النيران، لأن أيضا مسيرات حزب الله بالأمس قامت بإطلاق عدد كبير من الأهداف التي وصلت إليها وأحدثت نيرانا إن كان عبرها أو عبر الصواريخ الاعتراضية التي كانت تسقط داخل المستوطنات الإسرائيلية. حتى هذا التوقيت هو البيان السابع للحزب في العمليات العسكرية التي نفذها مع ساعات الصباح إلى هذا التوقيت. إذا أخذنا ما جاء فيها يمكن القول إلى أنه إشغال على طول الجبهة منذ بعض الوقت. الإعلام يتحدث عن قذائف مدفعية باتجاه الرمثة في أعالي كفر شوبة، بمعنى النقطة صفر من بداية الحدود عند تلال كفر شوبة المحتلة إلى رأس النقورة على بعد 120 كيلو متر. ينفذ الحزب منذ بعض الوقت أيضا عملية عسكرية باتجاه الموقع. الغارات الإسرائيلية هي أيضا على قدم وساق، ولكن الأبرز كما ذكرت معك بالغارتين ما بين النقورة وما بين لبايا ويحمر في البقاع الغربي. محمود شكر، مراسلنا في بيروت محمود، شكرا جزيلا لك.